من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وها نحن وإياكم في مشهد جديد يحكي قصة من قصص آل البيت عليهم السلام. سنكون اليوم وقصة مروية من أحد أزمنة الظلم ضد آل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذ تعاقب على ظلمهم الطغاة من السقيفة وما تلاها حتى يومنا هذا، رغم أن الظلم كان مركزا في فترة بنو أمية وبنو العباس لعائن الله تعالى عليهم أجمعين، إذ اتخذوا القرابة النسبية أو السببية شعارا لقتل أبناء محمد صلى الله عليه وآله. قصتنا اليوم هي من سوق من أسواق المسلمين في أحد أعوام الظلم. أنا وأنتم فلنشاهد ونعود أحبتي. يوم فظيع سيء، كم هذا اليوم متعب. اترك أيها العم، اترك واذهب إلى المنزل، اليوم عطلة عطلة. إن كم هذه يا بشار؟ هذه ليست للبيع. ليست للبيع؟ نعم ليست للبيع. ليست للبيع. اذهب، ليست للبيع. أمل هذا دائما مغلق مغلق. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يوجد عندك بضاعة للبيع؟ ألا ترى المكان مغلقا؟ لا يوجد بضاعة. حسنا لا بأس، مغلق مغلق. أهلا. قلت لك ليست للبيع. حسناً قلت لي ليست للبيع. السلام عليكم. وعليك السلام. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوم سيء. كيف حالك يا بشار؟ لا أريد أن أكلمه، لا أريد. تعال تعال يا أخي. إنه لا يفهمني، إنه لا يفهمني. إنه رجل عنيد، اتركني. أرجوه. لا يجوز. حسنا، من أجلك فقط. قل ما لديك يا بشار، دعونا نصل لنتيجة تصلح بينكما. وأنت يا عمار، ما سبب ممانعتك لعملية بيع البيت؟ أنا سأتكلم. في الآونة الأخيرة أصبحت أبيع الناس في الدين، وحال الناس ليس على ما يرام، لذا لم أستطع أن أشتري البضاعة لدكاني، فقررت أن أبيع حصتي في المنزل. هذا من حقك. ما جوابك يا عمار؟ قالها بنفسه، إنه يبيع بضاعته بالدين ولا يحصل ثمنها، إذن هو لا يملك النقود كي يشتري بضاعة جديدة. ومن أين يأتي بالنقود وهو يبيع بضاعته بالدين والناس في حالة ليست على ما يرام؟ كلامك صحيح، وأنا أقدر خوفك على أخيك. مع هذا فهو حقه في إرث أبيه. أنا لا أمانع، ولم أقل أن هذا ليس من حقه. إذن أعطني حقي ودعني أعمل. اسمعاني جيدا، قال أبو محمد عليه السلام: وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين، إحداهما أنهم كانوا يعلمون أن ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها وتستقر في مركزها، وثانيهما أنهم وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منا، وكانوا لا يشكون أبدا
أنهم من الجبابرة والظلم أيضا. فسعوا في قتلي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبادة نسله، طمعا في الوصول إلى القائم عليه السلام وقتله. فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. أرجو أن تتفقا مع بعضكما البعض وتصلا لحل يصلح بينكما، فأنتما إخوة من شيعة علي وآل بيته الطاهرين. سأفعل ما يقرره أخي، فالتجارة ليست أغلى من أخي مهما كان ثمنها. وأنا سأهديك مني ثمن بضاعة جديدة وتعمل بها دون أن تخسر هذه المرة، والبيت لن أبيعه بل سأزوجك به لتبقى أنت وزوجتك وأولادك في بيت أبينا الذي ورثنا هذا البيت عنه. والله هو عين الصواب. رحم الله والديكما. مشاهدينا الكرام، بعدما شاهدناه هل سنتخذ الدروس الواردة في المشهد منهجا للأخوة فيما بيننا؟ سؤال نختم به الحلقة ونسألكم الدعاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.